طبعا فرحانه ان حضره الضابط قبض على المجرمين. طبعا. هو انت كمان مش فرحان؟ مش اهل البلد دلوقتي عايشين في امان؟ فين بقى ايام زمان لما كانوا الكربطارين بيهددوكم ويخوفوك؟ اه دلوقتي جالهم اللي يعدهم. يا ريتوا ما جه بلدنا، على الاقل كنت هتفضلي ليا. غلطان يا جاسم، احنا عمرنا ما كنا بنسال بعض. يا امل، انت ناسي ان احنا متربيين سوا؟ ايوه يا جاسم، بس ده مش سبب كافي يخليني احبك واتجوزك. لكن انا لحد النهارده مش قادر انسى حبي ليكي. لا بقى، انا كده هروح اشتكي لحضره الضابط واقول له انك عملت تطاردني في الرايحه وفي الجاي. يا امل، انا مش عارف ايه اللي عاجبك فيه. اجري يا سعديه، انت ناسي ان احنا متربيين سوا لو هي مع بعض؟ وانت متربي معايا، اشمعنى هي اللي بتجري وراها وعينك منها؟ انا ما جريتش ولا حد. قدمت لها تخطبها وفضلت عليك ضابط النقطة؟ عاوز ايه اكتر من كده؟ ابعد عن النار يا جاسر، انت مش قد شكري.